يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. ده ايه النور ده؟ نورت ام الدنيا. اهلا بيك يا خالي. هو مين العريس ومين ابوه؟ انا شرفني الاتنين كده شكلهم اخوات. يا اهلا يا اهلا منورين. اهلا بيك يا خالتي. انا نواف ببغي عروسه صغيره قلبوزه، واني يمكن اقدم لكم نفسي. انا اصغر واحد في خواتي. ما شاء الله. خواتي دايما يعملوني كولد صغير. رحت للحلاق قلت له اصبغلي ابيض، اصبغلي ابيض عشان يبقى فيه شويه وقار. طبعا الوقار مهم. وموجود. وقلت يعني عشان بدي اتجوز، خاصة اني ما اتجوزتش غير 5 مرات. بس يا خيتي. غلبان يا عيني. انما فلتهم كبار في السن. 21، 22، 23، وانا ما ابغي الان هالحين غير بنت تكون 15، 16، 17. ايوه، وغير كده ما ترضاش. او تقضيها طناش. وانت يا سعادة الشيخ؟ أنا الحاج مصعب أبغي عروسة حلوة حلوة وتعرف تعمل شاي نسكافيه قهوة مظبوطة، حلبة حصى أبغاها والله. أبغى الحلبة والله والعروسة، وكمان هقدم مهر 1,000,000 ريال ومئة ناقة حمر. هو في إيه؟ هنجوز البنت الاتنين؟ ده حرام. آه يا أوران الكلب. لا كلب ليه؟ تصدق دي مصلحة. مصلحة ازاي؟ هو انت جاي يا حاج انت هو مع بعض؟ والله انا ما اعرف، انا جاي وحدي. انا ابغي عروسة بسبوسة بطلوزة. انت داخل المحل حلويات ولا ايه حاج؟ انا ابغي حلويات يا حلويات. ما تحترم نفسك يا سيدنا الشيخ، دي مراتي، دي مش العروسة. وأنا ما أعرف هذا السلمة، وأول مرة أشوف. أنا أبغي عروسة سمرة حلوة ننوسة شبه كوباية الكركديه أو الخشاب. ده جاي يحقق أحلامه عندنا ولا إيه؟ لا ده عبيط. شوفي يا حلوة يا حلويات، أنا بدفع في العروسة 5,000,000. يا لهوي. أنا بدفع 10,000,000 وبقرتين. بدفع 11,000,000. 12,000,000 وكركديه. 20,000,000 بتجوز الصغيرة وباخد هادي أم ضحكة جميلة. يا ربي، يعني الواحد يبيع بنته ويطلق مراته عشان يعيش؟ روحي وانت طالق. قلت لي هتدفع كام يا شيخ نواف؟ ما تبغيه يا جميلة الجميلات؟